النهارده هندرس داتا ستراكشر جديده. الداتا ستراكشر دي هي الكيو، على عكس مثلا اللينكد ليست والستاك والحاجات اللي شبه كده، عشان هي ملهاش ريفرنس في الحاله الواقعيه يعني، او ملهاش مثال واضح قوي في الحاله الواقعيه. فاحنا احتاجنا قبل ما نبدا في كتابه الكود احتاجنا شويه شرح كتير كده. بالنسبه للكيو ف يعني حاجه بنتعرض لها يوميا، فهي مش محتاجة شرح كتير. لو بس عايزين يعني نتأكد ان احنا كلنا فاهمين ايه الموضوع. الكيو ان انت مثلا لو انت مثلا بتروح تشتري حاجة او حاجة زي كده مثلا، وهتقف صف عشان في كذا حد جه، فهيقفوا صف، فأول واحد بيخش الكيو ده هو أول واحد جه، وبعدين أول واحد بيقف، بعدين اللي بعديه، اللي جه بعديه، بعدين اللي جه بعديه، بعدين اللي جه بعديه، لحد آخر واحد. لو الطابور ده لسه ما خلصش وفي واحد عايز يخش الطابور، بيخش من قدام ولا بيخش من ورا؟ لا، بيخش، بيبقى آخر حد في الطابور. برضو احنا بنحتاج بقى نعمل الموضوع ده كداتا ستراكشر. بنحتاج ساعات بنحتاج نخزن الاليمنتس بالطريقة دي. بنحتاج حاجه زي الكيو. ايه الابلكيشنز بتاعت الكيو؟ يعني انا هعمل داتا ستراكشر دلوقتي ان شاء الله بالمنتهى بالكود وكل الحاجات دي. الكيو ده مفيد ليا ايه في ابلكيشنز او الحاجات اللي شبه كده؟ السي بي يو لما بتحب تنظم شغلها السنتر بروسيسنج يونت بتاعت الكمبيوتر، لما بتحب تنظم، لا هي دلوقتي مش بتطلب منها تاسك واحده في الوحده الزمنيه بتاعتها، بتطلب منها 500 تاسك. فدلوقتي عشان تنظمهم تعمل حاجه اسمها الكيو. يعني ايه؟ يعني دلوقتي طلب منها امر، فبتحط اول حاجه في الكيو، بعدين طلب منها امر تاني ولسه الامر الاولاني ما خلصش، فبتروح حطها في الكيو بحيث ان هي تخلص الامر الاولاني، وبعدين لما تخلصه تروح للامر التاني. عامة يعني في حكاية البروسيسنج وكده بيبقى فيه، طبعا هو الموضوع مش اس سمبل بالذات، يعني بيبقى فيه شوية تعقيدات كده في حكاية السنتر بروسيسنج يونت، وايه اللي تخلصه الأول وايه تخلصه الآخر. بس لو احنا افترضنا ان هي بتشتغل بالطريقة البدائية دي، ان هو بس الحاجة اللي جت الأول تخلص الأول، فهي عشان تعمل حاجة شبه كده لازم تحط كيو، لأن هي مش بتطلب منها حاجة واحدة بس تخلصها وبعدين تطلب منها حاجة تانية، لا بتطلب حاجات كتير، فهي لازم تنظم الأوردرز اللي بتطلب منها. طيب نبدأ بقى في حكاية الكود. احنا محتاجين 3 كلاسز. كلاس اللي هو النود، اللي احنا دايما اي داتا ستراكشر بنعملها بنبقى محتاجين الكلاس ده. بنحتاج كلاس تاني اللي هو الكيو دوت جافا، اللي هو هنعمل فيه الميثودز بتاعتنا. ومحتاجين كلاس تاني هنسميه اي حاجه بقى، هنسميه امبلمنتيشن، ده اللي بيبقى فيه المين اللي باخد منه اوبجكت وبطبق بقى على اللي انا كتبته. طيب النود الثلاثه بيبقوا باكج واحده، بعدين الكلاسز بتبقى بابليك عشان يبقى ليها اكسس على يعني يبقى الاكسس الكلاس يقدر ياكسس الثاني. واول حاجه ببص عليها الكلاس اللي اسمه نود، هي دلوقتي الكيو ده. الكيو ده هيبقى عباره عن شويه نودز متوصله ببعض عادي جدا برضو، تمام؟ هوضح الاختلاف في الامبلمنتيشن بس لسه شويه بس. في الاخر الموضوع ايه؟ هي شويه نودز متوصله ببعض، تمام؟ فامال ايه الفرق ما بينها مثلا وبين الستاك؟ الستاك كان بيحصل فيه انسرشن من جهه، انسرشن وديليشن من نفس الجهه، يعني ايه؟ اخر حاجه دخلت الستاك هي اخر اول حاجه تطلع من الستاك. اما الكيو مختلف شويه. الكيو بيبقى فيه زي عندك كده ايه، بوينترز على اول نود واخر نود، تمام؟ ليه؟ عشان لما يحصل مثلا ان كيو، دلوقتي عمليه الانسرشن والديليشن في الكيو بيبقى اسمها ان كيو دي كيو. ان كيو ان انت تدخل اليمنت في الاري، ودي كيو ان انت تطلع اليمنت من الاري. طيب لو انا دلوقتي ببص على ان كيو، بدخل اليمنت، هدخل اليمنت منين؟ هدخل اليمنت، اعمل نود اخزن فيها الفاليو اللي انا عايز اخزنها دي، واحطها النود اللي بعد اخر نود، النكست بتاع اخر نود. طب لو انا عايز اطلع اليمنت او ريموف اليمنت، دي اسمها دي كيو. هروح ايه؟ هروح اول نود عندي هروح شايلها، ومخلي النود اللي بعديها هي الفيرست بتاعتي. طيب يبقى انا دلوقتي بابليك كلاس نود ده، بس انا محتاج منه يبقى في كونستراكتور، بحيث ان انا لما احب اعمل نود، انيشيت نود، اديها الفاليو، وفي الانيشيشن في السطر بتاع الانيشيشن ادي الفاليو، بحيث ان يبقى عندي نود متخزنه فيها الفاليو، وبعدين اشوف هحطها فين بقى. طيب انتجر داتا والنود نيكست، اي نود بيبقى فيها انا هخزن حاجات انتجر، عشان انتجر بيبقى سهل يعني، هو ده توتوريال في الاخر، مش حاجه عمليه، مش حاجه يعني مش بروجكت يعني. فالانتجرز بيبقى سهل التعامل معاها، والنود نيكست اي نيكست، اي نود بيبقى ليها النيكست بتاعها. طيب نخش بقى على الكلاس الاساسي. لو جينا هنا نفس الباكج بابليك كلاس كيو، انا سميت الكلاس كيو، تمام؟ طيب انا دلوقتي عندي ان كيو دي كيو، وده بيحصل من جهه وده بيحصل من جهه اخرى، يبقى انا لازم عندي اتنين ريفرنس، ريفرنس على الاول نود، ريفرنس على اول نود، وريفرنس على اخر نود. ليه؟ لان انا بعمل انسرشن،
بضيف بعد اخر نود، بضيف النود اللي انا عامل لها انسيشن بقى او اللي انا عامل لها ان كيو بعد اخر نود. طب ولما بعمل دي كيو بشيل اول نود، فانا لازم عندي ريفرنس على اول نود وريفرنس على اخر نود. فانا اللي مهتم بالفرونت مش نود واحده بس اللي مهتم بيها المره دي، على عكس الستاك على عكس اللينكد ليست. ففي الكيو بهتم باتنين، بالفرونت والباك. في ناس بتسميها فرونت ورير، في ناس بتسميها فيرست ولاست، اي حاجه مسميات بس الفكره واحده. طيب دايما اول فانكشن عندي بتبقى اللي هي از امبتي دي. لو عايز اعرف الكيو امبتي او لا في 500 طريقه، بس انا شفت يعني الطريقه الاقرب لللوجيك، يعني بقول له لو الفرونت فاضي يبقى مفيش حد فيه الكيو ده، فريتيرن ترو، يبقى از امبتي. از امبتي، غير كده ريتيرن فولس. طيب بابليك فويد ان كيو، لو انا دلوقتي ننزل بس شويه كده، انا دلوقتي عايز بقى التو مين فانكشنز او التو مين ميثودز بتوع هنا ايه، الان كيو والدي كيو. طيب انا دلوقتي عايز اضيف نود على السلسله بتاعت الكيو بتاعتي. طيب ببعت الداتا اللي انا عايز اخزنها في النود دي اول حاجه، وبكريت نود جديده، وببوست بارامتر للكونستراكتور بالفاليو الجديده دي. طيب انا عايز اشوف انا في انه حاله من الاثنين، ايه الحالتين بتاعتي؟ الحالتين ان الكيو بتاعي فاضي وانا بعمل فيه ان كيو لاول مره، والحاله الثانيه ان انا تاني مره او تالت مره وهكذا، يعني يا الحاله يا اول مره يا مش اول مره. طيب لو اول مره هعرف منين؟ هعرف اف از امبتي. لو هو امبتي يبقى انا بدخل نود لاول مره، فانا عايز كده ايه، عايز الفرونت والباك يشاوروا لي على النود بتاعتي دي. دي اول نود في الكيو واخر نود في الكيو، ماشي؟ فلما بيحصل اول انسرشن فبخلي الفرونت والباك بيشاوروا على النود الجديده اللي انا عملتها دي، تمام؟ يبقى انا كريت نود وخليتها هي الفرونت والباك بتاعتي. طب لو مش ده اول انسرشن، يعني ايه؟ لو عندي إيه؟ لو مش ده، لو ده مش اول انسرشن، يعني الكيو مش فاضي، انا بدخل وفي نودز موجوده. انا قلت انا بعمل ان كيو منين؟ بعمل انا عندي شويه نودز كده واخر نود اشمعنى الباك. يبقى النود الجديده اللي انا كريتها دي، انا كده كده كريت النود خلاص، بس اسمها نيو اندرسكور نود. النود الجديده اللي انا هكريتها دي اخليها الباك دوت نيكست، النود اللي بعد يعني انا عندي النود الاخيره ورحت مكريت نود جديده، هخليها النود اللي بعد الاخيره، وهخليها هي الاخيره، تمام؟ هتبقى هي النود الاخيره بتاعتي، تمام؟ ليه؟ انا قلت دلوقتي هو الباك دوت نيكست، الباك دوت نيكست ايكوال النيو اندرسكور نود، والباك ايكوال النيو نود. السطور دي احنا شفنا شبهها كتير قوي. ايه اللي انا كاتبه ده؟ دلوقتي انا عندي كيو، عندي كيو موجود، الباك بتشاور على اخر نود، وانا رحت مكريت نود جديده، وعايز اخلي عايز اخلي عايز اعمل حاجتين، عايز اعمل تو ستيبس، اخلي النود اللي انا مسميها باك دلوقتي تعمل ريفرنس على النود الجديده، واخلي النود الجديده دي هي الباك الجديده. هروح عامل كده ازاي؟ عامل الريفرنس ده ازاي؟ اقول له الباك دوت نيكست الكرنت اللي اسمها باك دلوقتي، خلي النكست بتاعها النود الجديده اللي انا عملتها، وخلي لي النود الجديده دي هي الباك. فخلي فاكتب كده بالكود ازاي، اقول له الباك دوت نكست ايكوال النيو اندرسكور نود، وبعدين اقول له الباك ايكوال نيو اندرسكور نود. فالسطرين دول يا ريت يعني يبقوا لو مفهومين هتبقى حاجه كويسه. تاني انا بضيف فين؟ بضيف في اخر الكيو، تمام؟ فانا دلوقتي عندي نود في اخر كيو اسمها باك، لحد دلوقتي هي اسمها باك، عملت نود جديده ودخلت الحاجه اللي انا عايز ودخلت القيمه اللي انا عايز اضيفها، تمام؟ وعملت لها نود جديده وخزنتها فيها. طيب انا دلوقتي ما اقدرش اروح قايل على طول باك ايكوال نيو نود، كده انا فقدت الريفرنس او فقدت يعني السلسله بتاعتي اتكسرت، تمام؟ انا دلوقتي عندي الكرنت ايه؟ الكرنت ان الباك بتشاور على النود الاخيره اللي موجوده في الكيو، وعندي نود جديده، تمام؟ عايز الينك النود اللي اسمها باك دلوقتي بالنود الجديده، اخلي النود الجديده دي النكست بتاعت الباك، واخلي النود الجديده بقت الباك الجديده خلاص، تمام؟ فبقول الباك دوت نكست ايكوال نيو اندرسكور نود، وبعدين الباك ايكوال نيو اندرسكور نود. اتمنى ان الحته دي تكون مفهومه يعني. طيب الدي كيو حاجه في منتهى التفاهه، ازاي بقى الكلام ده؟ دلوقتي انا بدي كيو منين؟ بدي كيو من اول اري، من اول الكيو قصدي، معلش. فالكيو اول نود فيه انا بس عليها ريفرنس، اول ما اشيل الريفرنس اللي عليها دي، او اشيل البوينتر اللي عليها او الريفرنس اللي عليها، في حاجه اسمها جاربج كوليكتور في الجافا بتشتغل اوتوماتيك. لما تشتغل اوتوماتيك هتلاقي ان مفيش
ريفرنس على حاجه معينه، فانت عمرك ما هتاكسسها ثانيه هتروح شايلها، تمام؟ فالدي كيو انت مش بتروح تمسح بنفسك زي السي بلس بلس مثلا. في الجافا بيبقى في جاربج كوليكتور، انت بس عليك ان الريفرنس تشيلها من عليه. طب انا شلتها من عليه، خليتها ايه؟ خليتها على النكست بتاعها، تمام؟ يعني مثلا لو عندي في كيو 2 4 5 وعندي الفرونت مشاور على الاثنين، فخليت الفرونت يشاور على الاربعه، طب والاثنين دي مسحتها؟ لا لسه موجوده، الجاربج كوليكتور هي اللي تمسحها، تمام؟ طيب وعملت فانكشن جديده اسمها ديسبلاي كونتنتس، انا عايز اشوف بقى الاليمنتس اللي جوه الكيو دي، وبترتيرن حاجه فويد على طول، هي بتطبع ما بترتيرنش واطبع من المين، هي على طول بتطبع. فاف از امبتي البتاع ده فاضي، فانا لازم اهندل الكيس دي عشان ما يقوليش نال بوينتر اكسبشن، لازم اهندل ان البتاع ده فاضي، فاقول له سيستم نوت برنت لين ذا كيو از امبتي، else يبقى الكيو مش امبتي، يبقى فيه جواه حاجات. فبروح عامل نوت جديده اسمها تمب، وباساين باساين التمب دي للفرونت، انا عايز اطبع عايز اطبع الاليمنتس اللي جوه الكيو من البدايه لحد النهايه، تمام؟ يعني انا مش منطقي ان انا اطبع الكيو من اخره لاوله، المفروض بطبع الكيو من اوله لاخره، فبخلي ومش عايز اضيع الفرونت ولا عايز اضيع الباك، فبعمل ريفرنس جديد يحصل فيه اللي يحصل فيه بقى، فانا مش عايز اضيع الفرونت ولا الباك، فبعمل نود جديده اسمها تمب. دي مش بكمل مش بكمل الانيشيشن بتاعها، بس مجرد ريفرنس كده على النودز اللي موجوده، تمام؟ فالتمب دي بخليها تشاور على الفرونت، تمام؟ لما اقول نود تمب ايكوال فرونت، بخلي التمب دي تشاور على الفرونت، وبعدين طول ما انا ما وصلتش للباك، طول ما انا ما وصلتش لاخر نود، اطبع لي التمب دوت داتا. يعني ايه؟ دلوقتي لو انا عندي نود فيها 2 ونود فيها 4 ونود فيها 5، هخلي نود تمب بتشاور على اول حاجه اللي فيها الاثنين دي، اطبع الاثنين، اطبع الاربعه، هيجي عند الخمسه دي الباك، تمام؟ فانا عايز بعد ما يخلص الوايل دي انا عايز اطبع الاثنين والاربعه والخمسه، انا طبعت الاثنين وطبعت الاربعه، وبعدين جيت اقف عند النود اللي فيها الخمسه دي كانت الباك، فلازم بعد ما يخلص الوايل لوب دي يروح طابع اخر الباك دوت داتا، لان هي ما طبعتش جوه الوايل لوب. وما ننساش جوه الوايل لوب نعمل تمب ايكوال تمب دوت نيكست، يعني لما تخلص تبعت الاثنين روح على الاربعه، لما تخلص تبعت الاربعه روح على الخمسه، عشان ما يقعش في انفينيت لوب. نروح بقى على المين بتاعتنا. لو احنا دلوقتي عملنا كلاس اسمه كيو، مظبوط الكلام ده؟ طيب احنا عايزين ناخد منه اوبجكت، فهنسميها كيو ايكوال نيو كيو. هل الكلاس ده كان بياخد هل في كونستراكتور؟ لا، هو الديفولت كونستراكتور. طيب هو بس في مشكله بسيطه، هو كيو انا اكتبها كابيتال، تمام؟ طيب ما يفرقش معايا، في مشكله تاني. الكونستراكتور والكلاس بيبقى نفس الاسم. طيب انا دلوقتي الاوبجكت بتاعي اسمه كيو، طيب انا عايز بقى تيست الفانكشنز اللي كتبتها دي اشوفها شغاله صح ولا مش شغاله صح. هقول كيو دوت، هجرب مثلا ايه من الفانكشن، اقول اول حاجه هتست از امبتي دي شغاله كويس ولا لا، ماشي؟ وبعدين هعمل مثلا ان كيو ل 2، وبعدين هعمل لها دي كيو مثلا، وبعدين هعمل ان كيو ايه ده، وبعدين هعمل ان كيو للاربعه مثلا والخمسه، وبعدين اديسبلاي الكونتنتس مثلا، اقول كيو دوت ديسبلاي كونتنتس مثلا، اشوف الاوتبوت بتاعي. لو عملت ران تمام، انا ما غيرتش بس الارقام دي بس كده، هيرن ان شاء الله صح. طيب ايه اللي حصل كده؟ ايه اللي حصل؟ ايه السطور اللي انا كتبتها دي؟ طيب اول حاجه ده اسم الكلاس، اخدت منه اوبجكت، الكونستراكتور كان ديفولت فاضي، ما كتبتش حاجه وسط البراكتس دي. بعدين الاوبجكت اللي انا اخدته ده ليه كذا فانكشن، ليه كذا ميثود اقدر استخدمها. طيب اول حاجه كنت بتست از امبتي دي شغاله صح ولا لا، فهو هنا لا، احنا المفروض كنا نستخدم هنا display contents، ما كناش نستخدم is empty. ليه؟ لان هو في display contents لو لقى الكيو فاضي هيروح طابع ان الكيو فاضي اهو the queue is empty، تمام؟ وبعدين رحت عامل ان كيو للاثنين، وبعدين رحت عامل دي كيو، تمام؟ فانا عملت لما اعمل ان كيو للاثنين راح هو عامل نود ومخليها هي الفرونت وهي الباك، لان دي النود الوحيده، فهي الفرونت والباك بتاع
الكيو بتاعي، بعدين رحت عامل لها دي كيو، فبقى راجع تاني الكيو فاضي، بعدين رحت مدخل الاربعه مدخل الخمسه، لما دخل الاربعه وبعدين الخمسه ايه اللي حصل؟ انا عملت كيو دوت ان كيو 4، فهو راح مدخل لي، راح عامل لي نود مدخل مخزن فيها القيمه اللي هي الاربعه دي، وراح حاطط لي النود دي هي الفرونت وهي الباك، لان ده اول انسرشن بالنسبه لي لان الكيو فاضي. تمام، لما جيت ادخل الخمسه خلاص انا دلوقتي عندي الباك مشاور على اول على اول نود. تمام، رحت انا حاطط الكيو دي في النود اللي بعد النود دي، رحت عامل نود جديده ومريفرنس عليها مخليها هي الباك دوت نيكست، ورحت مابديت الباك بيها. طب لو انا مثلا عملت تاني مثلا كيو دوت ان كيو للستة ورحت عامل ران تاني، فهو الكود يعني تمام شغال زي الفل. بعد ما عملت الستة وخليتها هي في الباك، رحت عامل كيو ده display contents. المرة دي بقى كان في elements فعلا في الكيو قعد يمشي عليهم، لا راح طابع الأربعة وبعدين عمل نود اسمها تم وخلاها بتريفرنس على أول نود، راح طابع ودخل في الوايلد، راح طابع اول الكونتنت الداتا بتاعت اول نود، راح طابع الداتا بتاعت النود الاخيره، وبعدين جه هنا راح عامل بريك من الوايلد. وبعدين بعد الوايلد كان في سطر كده مكتوب سيستم دوت برنت لاين الباك دوت داتا، فراح طابع كمان السته كده، طبع الداتا بتاعت الاليمنتس كلها. بس كده يبقى احنا خلصنا ايه الشرح بتاع الكيو.